تنظيم الداخل دور ضعلك لي رابط كل عام بخير للجميع لشعبنا الفلسطيني ولأهلنا في هذه المحافظة العظيمة اللي احنا في هذا اليوم نستذكر شهدائنا اللي شقوا الطريق لشعبنا الفلسطيني نحو الكرامة. ونتمنى في العيد القادم أن يكون أسرانا البواسل نحن وإياهم سويا في الاستمرار في حالة بناء الدولة وإزالة هذا الاحتلال إن شاء الله، نصبوا إلى وضع أفضل لهذه المحافظة إن شاء الله قريبا. وكل عام بخير. كل عام وأنتم بألف خير، وجميع الشعب الفلسطيني وجميع أهالي محافظة طول كرم بألف خير. لقد كان لنا في هذا اليوم انتشار واسع كما تعلمون في محافظة طول كرم، وتم تأمين جميع الأسواق في المحافظة، ونشكر الله بسبب انتشار الأمن المكثف من قبل الشرطة والأجهزة الأمنية لم يقع أي حدث. وفي هذه المناسبة نتوجه إلى جميع شعبنا الفلسطيني ونقول لهم كل عام وأنتم بخير وأضحى مبارك، ونتمنى أن تتحقق أمانينا في إقامة دولتنا المستقلة وعاصمة القدس الشريف بظل قيادتنا الحكيمة بالسيد الرئيس أبو مازن حفظه الله. طبعا كل عام وأنتم بخير لشعبنا الفلسطيني وأهل طول كرم خاصة بمناسبة عيد الأضحى مبارك. إن شاء الله الله بعيده علينا وقد تحققت أمانينا بإقامة دولتنا الفلسطينية إن شاء الله وعاصمة القدس الشريف. في البداية كل عام وأنتم بخير باسمي وباسم أعضاء الغرفة التجارية وعموم تجار محافظة طول كرم. نتقدم الأمة الإسلامية والعربية وشعبنا العظيم ومحافظة طول كرم الحبيبي بأسمة أهيات التهنة وتبركات مناسبة عيد الأضحى. نتمنى إن شاء الله يعود علينا جميع باليمن والبركات، وإن شاء الله بالسلام ومحبة واقتصادنا بيكون الأفضل والرخاء إن شاء الله. هذه السنة إن شاء الله تتحسن الأوضاع الاقتصادية على الناس كلها ويكون في هنالك رخاء اقتصادي. نتقدم أولا من سيد البلاد بالتحية والتهنئة ولكافة المستوى السياسي والأمني والتنظيمي ولكافة إخوتنا ورفاقنا في الفصائل الفلسطينية المناضلة الوطنية منها والإسلامية ولذوي الشهداء والأسرى والجرحى ولمختلف عائلات السكلة ولكل الإخوة مناضلي حركة فتح وكل مناضلي حركة وطنية ولكل شعبنا في محافظة طول كرم خاصة ولشعب الأبي في كافة أماكن تواجدين ولمستمعيكم ومشاهديكم، وكل عام وأنتم بخير جميعا. داخل دور ضعلك مين رابط